استقبل الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي سعادة السيدة ليزالوتا بليزنز سفيرة مملكة الدنمارك المعينة لدى المملكة والمقيمة في الرياض. ورحب سمو بسعادة السيدة ليزالوتا بليزنز مشيدا بعمق العلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين ومملكة الدنمارك، مشيرا سمو إلى أهمية تعزيزها بما يتوافق مع مصالح البلدين في شتى المجالات. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بما وصلت إليه العلاقات البحرينية الدنماركية من تقدم انطلاقا من التعاون الوثيق والصداقة التاريخية الوطيدة. وبحث سموه مع سعادة السفيرة ليزالوتا بليزنز سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وبدورها عبرت سعادة السيدة ليزالوتا بليزنز عن خالص شكرها وتقديرها لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على ما لقيته من ترحيب، مؤكدة حرصها على تعزيز آفاق التعاون المشترك بين مملكة البحرين ومملكة الدنمارك على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تعزيز التطور والنماء لكلا البلدين الصديقين، متمنية لمملكة البحرين قيادة وشعبا المزيد من التقدم والازدهار.